السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا نلعب ريزنت ايفل الزيرو اتش دي. الحين ندخل من ذا الباب. احس ان ذا الباب مكانه مش مهم، لان حتى اللغز اللي تبي تحله يكون سهل ونشوف وين. اوه شيت، اها هني على ما اعتقد مش نلاقي الثعبان. هني على ما اعتقد فيه، هني على ما اعتقد نلاقي اها عرفت شو السالفة. نروح من هني، لا نتفعل الاخر وترجع نفس المشكلة. I'll go check over there. Yeah. يلا عرفنا شو السالفة. اظن نلاقي الكتاب وداخله، سبحان الله ما شاء الله على ذاكرتي، ومع ان لعبته من زمان، يعني لعبت اللعبة هاي اكثر من مرة فكذي تتذكر بعد. الواحد ما يحسد نفسه بس يقول ذا الكلام، لكن فعلا اذا تلعب اللعبة اكثر مثل دارك سولز لعبتها انا ماجد، فحافظ يعني الش اسمه. وفي ناس يتمتعون بذاكرة اقوى مني ومنكم. المشكلة الحين لازم هذه الخبيلة تقط الشيء اللي مو بمهم هذا، او ليش القطة تسوي اكستشين. شت، لا تنزل هذا الشيء الذخيرة، تخليه هني، خليه هني. انا وزعت الذخيرة هني وهناك، خلي الذخيرة لان في النهاية ليش you cannot leave the item here، يعني ما تقدر تنزل الذخيرة هني، مو مشكلة نزلها تحت بس ما ننسى الاوراق نقراها او اي شيء نقراه. نزلها هني، شوف تعالي. خذي، تلاقينا داخل الجناح لما نحط جود. جود يعني شيء جود. اوبن ذا بوك، اي نعم نبي نقرا احنا. واو، تو وينجز. الوينجز بالانجليزي انجل وينج، وينجز اجنحة الملائكة، مع ان ما حد يشوف الملائكة الا الانبياء على ما اعتقد، او اكيد هاي الانبياء يكون يشوفون الملائكة. تذكروا وين الصنم شفناه؟ صنم ال، تعال انت يا الخبلة، صنم صنم اللي فيه الوينجز، او اللي فيه الصنم اللي نركب فيه الاجنحة، تلاقونه في المكان اللي هجموا علي الحشرات. انا بالنسبة لي اصعب ريزنت ايفل هو ريزنت ايفل كود فورينيكا. هاي ريزنت ايفل صعب. نحط ذا الشي هني. اوه بعد ما يصير حلو، شي ممتاز.
لا هني مو عشان بيهجمون علينا الغربان، ما بيروح اصلا، ما يحتاج اروح ذا المكان، مش مهم. القصر حلو بعد فكرته، والله يا ريت اسوي بيتي كذي، او انا منيت حياتي اسوي بيتي شكل ريزنت ايفل رمك نفس ذاك القصر. كنت اقدر، بس الحين شريت لي الشقة مضطر، عقب مدة ببني البيت هذا. يلا اكيد ما في مكان، يلا نشيل او ننزل هذا هني، بس ننزل هذا هني. نروح هني بشرب الشاي عشان ما يبرد، اشرب شاي بروحه انا بسبب دراسة امريكية عشان ما احط بذمتي انك تشرب شاي حليب او كرك يسمونه هني في الدوحة، ما منه فايدة، لكن تشرب شاي قهوة منه فايدة، خاصة الشاي. ويمكن بعد مدة تطلع دراسة تقول لك الشاي مو بزين. هذا الشيء، هاي انجل مرة، هذه من الصدر، مستحيل صدر رجال كذي نقرب. اي صح مستحيل، والمؤخرة بعد ما في شيء كلام مكتوب. التماثيل هذه حرام في الإسلام، في ناس يستشهدون بآية في القرآن أنه مكتوب، هاي حق ناس معينة مش حق ناس معينة. مثلا يقول لك في تشريعات وشرائع حق إيش، حق ناس معينين. يعني مثلا الحين جاتني الفكرة بجيب لكم إياها الحين، مثلا النبي متزوج أكثر من 4، يعني هم كان اللي يسوي هذه التماثيل. وحتى في مثلا أشياء كانت حلال قبل استوت حرام، يمكن. Let's regroup. Okay. بس المتعارف عليه الأشياء الحرام مثل السرقة الزنا، هالأشياء معروفة عقوبتها الشرعية ما تغيرت، لكن في أشياء تغيرت مثل الأشياء هذه البسيطة اللي ينحت أو يرسم أو هذه. في اليهودية اللي يزني نفس الإسلام، نفس حتى المسيحيين أو النصارى بالأصح، نصارى هم مش مسيحيين، لأن المسيح بس لا ما بياخذ انا، خلي انا بحط على الثاني مرة واحدة، نحط يوز وخلاص. تفتح الصورة اللي تحت اللي فيها صورة الدكتور، اوه الظهر بعد، نحط الجناح حق هذي. يلا 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 عرفت السالفة. الحين نروح الحين نروح الحين نروح وين 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 نروح وين نروح نروح المكان اللي فيه راس الآيل أو اسم الإيل أو الآيل. ونشوف هناك، تعال وين مكان الآيل، خلنا نتذكر وين. صح، مو بهني يكون، هني يمكن.
stay here. Okay. اضربهم يا الخيخة. ايش في ما يضربهم الغبي؟ الخبيث التي فيروس هي تأثرت. الغبي ما تأثر. تتأثرين بسرعة انت. اوكي وين احنا؟ المكان لا مشكلة. يلا هذا الوجه صورة الدكتور الغبي. صراحة والله أنا متردد أقول ذا الكلام. في سواق كان عندنا، والسواق هذا يدخن سيجارة، كنت أنصحه يتطنز. بعد 10 سنين 15 سنة رجع يبي فلوس، فلوس علاج. أمي وأبوي أعطوه، أنا ما بي أبين نفسي إني كريم وهذي. أعطوه يتعالج من التدخين لأن رأته كلها سودة والعياذ بالله، والحمد لله أصلا. أنا بعدين هو شي جابه لنفسه. تعال هو تحت المكان، وخر عني. واحد قاعد يدور يدور لين يلاقي الشيء اللي يبيه. لا مو بهني، هني ايه. مكان اللي فيه الايل اللي شكل الغزال، بس الغزال ما له قرون، او الظبي ما له قرون. ففي مثل عندنا يقول قالوا مكبر الظبي قالوا مكبر قرونه، فالظبي ما عنده قرون معناته انك شخص اي كذاب. ولا ابي اروح انا ذا المكان، بس خلنا نروح نشوف. ارجع من حيث ما اتيت. شنو؟ يلا يلا. ايه صح 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 صح
في باب الممر هناك. المطبخ فتحناه. اتذكر بعد هني وبشكل ريزنت ايفل رمك تلاقي شفيك ضعت والله شكلي، بس خلنا ندخل من هني. المكان اللي فيه قاعة الاجتماع. لا بابا هني صح فوق خلاص. تفتح احد الابواب هني تلاقي فيه الجناح الاسود، تحطه عشان تفتح لك ال شو اسمها الصورة، او يمكن مرحلة متقدمة لان نقدر نفتح الصورة. لما اخلص هالاشياء بخزن عشان اذا مت تعرفون نظام التخزين انتم. واخر زين شوية، هو التحكم زين بس قبل اتذكر اني فتحت ذا الباب. تذكر من التسجيل اللي القديم اللي كان اللي رجعت ولعبت اللعبة من جديد. ايوه سحر هو والله. وش شلون ترجع الطاولة من مكانها؟ مسخرة. انت قاعد هنا. You stay here. حماية بودي جارد. اعرف اي واحد قاعد يتفلسف عليكم في الحياة هذه. الزبال زبال، والدكتور دكتور، والعامل عامل، كل واحد يعرف في تخصصه. صحيح الزبال ما له تخصص، يعني شغلة سهلة ما يبي لها شيء، لكن في شغلات تخصص يبي لها. في ناس لا تسوي راح تعرف كل شيء، خاصة هنا في الدول العربية يتفلسفون واجد في كل مكان. ايرون نيدل ناخذه. Let's go. تعال تعال اركب معي الطاوله. الأبواب الحديدية هالآيرون مش حق الأبواب، حق الساعة يمكن. يمكن احنا نروح نجرب على الباب الأبيض بعدين نروح الساعة يمكن، لأن هاي اللغز مو متذكرة. إذا الساعة نخليها الساعة 8:15. ليش؟ لأن مكتوب كذي في أحد الأوراق هني. الناس يقولون القصة هني سخيفة وما أدري شنو، حتى في مواقع الاي جي ان وغير مواقع الاي جي ان.
الساعه. ايوه نروح من هنا لطريق الساعه، نمر بالخفافيش ونمر بالخفافيش، لا بالمر هنا في زعيم الخفاش بس يكون كبير. صدقي انا اعطيه هاي ذخيره حق الخفافيش. لا قاعد انت هنا نخلي الذخيره القويه هنا. Go alone. Roger. This way. Roger. ما في غربان الحمد لله. I'll check it out. Roger. هاي 5 دقايق، هاي كذي 15 من 10 نرجع. ايوه كذي عقب نحرك الار. شيت إعادة. النص 12 11 10 9 8 إعادة الأشهر. نحطهم نرجع. شوف عشوا قالوا لي في الورقة هنا مكتوب 8 و15. حلو ورونك لأب وهالباب. حلو ما هو مرسوم عليه بعد الساعة، ما انتبهت أنا لأن مو بفيرست بيرسون وثيرد بيرسون.
مو اشتغل. الحين بتبتدي المسخرة، يمكن ان احد يهجم عليك. لا لا ابيك معايا يا بيلي. وما في وحشة تقابل إلا لما تطلع من ذا القصر. بس خلنا نفكر شلون أطلع من ذا القصر ويهجم عليك خفاج كبير. ممكن متخربط أنا بين ريزنت إيفل وريزنت إيفل ريميك. هني في عناكب، في غوريلا. ندخل أول باب. هاي مقام فيه طاولة وكراسي شكل مطعم كبير. اي هذا هو هنا، تذكر هذا. You stay here. Okay. حلو، اخذ الذخيرة. نقرأ الملف. A verse of purity. Moon القمر. Bows to the earth. The earth is where loyalty to the sun. Loyalty الوفاء. Swears يعني قسم. To the sun استغفر الله. And the great law of the sun graves all things. هاي الزنادقة شكلهم من العصور القديمة. This itself is the keystone. This pointer to glory. All our hands cannot open the door to the heaven. الجنة. تحس الناس المشركين واللي ملحدين في النهاية يقولون نؤمن بالله، واللي ما يؤمن بالله يقول لك أنا ملحد. بشر غريبين. شو هذا؟ مايكروفون. خلك هنا لين أحتاج لك أجيك. Follow me. Okay.
ذبحنا الغربان. شت لما الحين ناظر رسالة تجي، مفروض في ناس يعرفون ان هالوقت مش وقت اتصالات، لكن مع ذلك يتصلون. حتى لو كان اخوك او اختك او امك وابوك لازم يعرفونهم من نفسهم ان في وقت خلاص. في ناس ما تستحي في اي وقت يتصلون. ويا ليت على شيء مهم. هالباب بعد مرسوم عليه ساعة. اوه وجع. حلو. واو هناك تشوف ويسكر، بس هنا الفيلم ما ذكر وش اشوف. أول فيلم تعرفونه وين؟ في المكتبة. تعال انت تمشي كذي، خلك وراي أحسن. لازم أشوف الفيلم، متحمس وش يكون في الفيلم. أول ما نشوف الفيلم ونخلصه بروح مكان التخزين وبخزن. هذا هو الفيلم.
مايكرو فيلم A وفي مايكرو فيلم B واخر. المفروض هو يحطون الذكاء الاصطناعي ماله خايس واجد حتى في العاب متقدمه. انا ترى من محبين سلسله ريزنت ايفل يعني صدق كانت تتاثر علي لما العبها احس بلعبه كانت قويه في ذاك الوقت. وليه ما الحين اللعبه هذه حلوه ما تكررت مثل هالستايل؟ من الالعاب الموسيقى والقصة، في ناس يقولون القصة سخيفة، لا أنا أعطي ذا اللعبة 8.5 أو 9 الحين وقبل بعد، أنا ما في ألعاب واجد كذي مثل اللعبة هذه. مو مثل الألعاب الثانية شكل God of War ولعبة مدل ميديفل، مش ميديفل كراي ديفل ما ادري شو اسمه هذا اللعبه، مع اني شريته بس حتى ما لعبت اللعبه. ليش سلاش هاكينج ما ادري ايش الالعاب اللي مثل جاد اوف وور، العاب متخلفه. اللي نصحني العب جاد اوف وور بعد صديقي وهو بياع العاب، قال هاي لعبه حلوه لعبه حلوه العبها العبها، شريته ما بحلوه جاد اوف وور. يعني لعبة سهلة كلها، في ناس يحبونها ما أقول لا. God of War معناته إله الحرب. هم في الغرب أو الفكر الغربي أو شت شي بنيني. اي صح صح لازم اجي لان اخذت الاثنين. في الفكر الغربي في عندهم اله الحب، اله ما ادري ايش، اله هاي الاساطير. او حلو، هو مايكرو فيلم 2 اشوى. It is a micro film projector. If you had some micro film you could view it contains. معروف يعني يقول لو عندك شيء حطه عشان تشوف on the screen في الشاشة. عندي أول فيلم، الفيلم الأول رجع لا بيفيو، أبي أشوف كل فيلم بروحه. عرفت عرفت الحين نسيرت الحين بيحط لي صح. ما عاد ام اودسك واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ست سبع ثمان تسع اي بي سي دي اي اف مايكروفيلم ايمج An image resulting from overlying microfilm A and B. Numbers appear on these sides of conference room. The microfilm, you get the micro image. A, B, C, D, E, F. يبتدي من 1 لين 9 وبعدين A, B, C, D, E, F. حلو. عرفت وين نروح، قاعة الاجتماعات نحط هذا و نخزن. ما بالحلقات الطول عشان لما اسوي ابلود
احس مرات ان اليوتيوب اذا حس الفيديو طويل يخسس فيك يعني خليك تسوي ابلود اكثر من مره. لازم ادور في كل مكان لان اتذكر وين حطيت هذا. هني مستحيل. وين خليتك؟ نحاول هنا نشوف بس على ما اعتقد لا اخذته. هو على ما اعتقد يكون وين. خلنا نستخدم هذا الشيء عشان يبقى مكان ونشل شيء اذا حاطه انا هناك. سيكوريتي سيستم لوك سيستم ديسك. انزين خريطة حلو. ناو لودنج ريدنج سيستم اكسس كومبليت ريليس سيستم اكتب بليز انبوت كود. تو دي مثلا هنا يكون البداية هي الامج شلون تكون اي كم من هنا. هاي اثنين مثلا واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ست
خمسة سبع ثمان تسع. هني بعد في ورقة نقراها. تسع A B C D. ممكن انت مو ذكية في الكمبيوتر، انا بكون ذكي. بنوقف هنا وبنكمل.